أعزائي المشاهدين، نرحب جميعا بالفنان المغربي أحمد شوقي في هذه المقابلة الخاصة لليوم على الحرة. مرحبا بك. شكرا، شكرا للصدقة ديالكم وشكرا لكم. بيزو عندي. من هو أحمد شوقي؟ هو أحمد شوقي. أحمد شوقي فنان مغربي من تطوان. نشأت وتربيت في واحد البيئة محافظة اللي حاولت أنها ترعاني قدر الكفاية وتربيني تربية حسنة وأخلاق نبيلة كما طبعا المعروفة للشعب المغربي المسلم ديالنا. والموهبة ديالي كانت دائما طاغية عليا في جميع المناسبات، دائما اللولي في الشطيح في الرداح في الغناء في المغرب. مي كان ضروري أنني في ديك الفترة أنني نتوجه للدراسة وأون باغاليل نعمل المسرح والموسيقى، وكنت كنعمل الموشحات والأناشيد الإسلامية، وداك الشيء كبر معايا مع الوقت وحاولت ما امكن ان نسقل الموهبه ديالي بالدراسه في المعهد الموسيقي. وصافي الحمد لله بديت كتبان بوادر شويه. اسست واحد الفرقه كانت سميتها لا بالوما، اللي كانت عندها واحد النجاح واحد صدى طيب في المغرب في ديك الفتره، نقولوا 2000 2001. كنت خديت الجائزه الاولى في الموسيقى العربيه في 98 وصافي. ومن بعد شقيت الطريق ديالي بوحدي. أحمد، استطعت أن تخلق المفاجأة خلال أغانيك المتميزة، ما السر في ذلك؟ هل هو الكلمات أم الأداء أم التوزيع الموسيقي؟ في الحقيقة هو كل شيء من هاتي، وهذا الانسومبل هذا كامل اللي كيخلق واحد الطاقة اللي كتولد النجاح في الآخر. أكيد أن الكلمات هما أساسيين جدا، لأنهما الميساج اللي كيوصل عند الناس، يعني خصو يكون محترم ويكون كيفيد بشي حاجة. الموسيقى والريتم ضروري انهم يكونوا مزيونين وسهلين للناس، لان في ظل هذا التغيرات اللي وقع دابا في العصر الحالي وشويه ستريس، ما يمكنش الناس انهم يسمعوا قطع طويله ومعقده. كتحاول تبسط لهم وتسهل لهم باش انها تغذي الروح ديالهم بسلاسه. وكنظن حتى الذكاء الفنان في انه يقتنص اللحن الجميل والتوزيع الجيد والكلمه الهادفه هو السر ديال التميز ديالو طبعا في الساحه غادي يكون. تشتغل مع المنتج العالمي رضوان، فهل لذلك تشجيع وفضل على ما وصلت اليه من شهره، ام هو جهد متكامل بين شابين مغربيين؟ هو في الحقيقه اكيد ان الفضل ضد رضوان كان 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 واضح وباين سورتو في البدايه ديالي، هو انه عطاني ديك يد المساعده باش نبان. وعاد بالاضافه راه رضوان واحد ماركة عالمية سبحان تبارك الله، لأي فنان كيفتخر بالتعامل ديالو معاه، ياك سواء عالمي ولا مغربي. وأنا بالنسبة لي راه فتح لي بزاف البيبان أنني نتلاقى مع كبار فنانين على رأسهم كوينسي جونز اللي كتشف مايكل جاكسون في أوبرة بكرة اللي اشتغلت معاهم في البرودكشن ديال الأغنية، وتعاملت مع بيتبول مع ماجيكين، هذا الشيء كامل الفضل ديالو طبعا. ولكن انا بدي كنشتغل بزاف 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 باش كنحاول ما امكن ان نقاد ديك المعادله باش تخرج الاغنيه في المستوى، لان هو بوحديته ما يمكنش تكون شي حاجه، والعكس صحيح، انا بوحديته ما يمكنش. اللهم الجهود كتوافر وكتكاتف باش نخرجوا اعمال بحال اللي كتسمو دابا في العالم العربي. امين. وجدت أغانيك نجاحا كبيرا إلى درجة إعادة ترجمتها إلى لغات أجنبية أخرى، بماذا تفسر هذا النجاح وهذا الإقبال؟ هذا دليل على أن الموسيقى ما عندها شي حدود، عمرها ما كانت عندها حدود، والحمد لله هذه الحاجة الوحيدة اللي كتجمع دابا، يمكن من الحاجات الوحيدة اللي الحاجات القلائل اللي كتجمع بين الشعوب هو الموسيقى. ماشي بالضرورة اللغة، ماشي بالضرورة باسبور باش تنزل عندك، لا صافي تكون شي حاجه في المستوى كتوصل عند الناس كاملين، كترجم الناس كينسبوها لهم يحسوا بها. حبيبي اي لاف يو كان عندها واحد الواقع كبير بالنسبه لي انا شخصيا، انها عرفتني على جمهور داخل المغرب وحتى برا، نجحت واحد النجاح الحمد لله
عظيم، وهي عطتني واحد الدفعه واحد الشحنه انني نكمل في المسيره ديالي ونكون مسؤول على الاختيارات ديالي، لان ماشي سهل ان يكون دائما داكشي تدرج للاعلى. والحمد لله هذا الشيء اللي وقع، و يعني اللي كتلمس من خلال الاغنيه حبيبي اي لاف يو، ان كما قلت لك هو ان اولا الحدود في الموسيقى ما كتلغى، وثاني حاجه هو ان اي حاجه جميله راه كتوصل عند الناس، ما بقاوش يديك لا ما نجحت لي شي هذه، لا كن اكد بانك يكون شي خلل في شي موضوع. اذا كانت الاغنيه متكامله اللحن بسيط وصل لابعد حدود، وسقت في حبيبي اي لاف يو كانت جمله بسيطه جدا اللي كتناسب مع الناس ديال الغرب مع الشرق مع كل شيء، الحمد لله. ما جديد احمد شوقي؟ جديد احمد شوقي هو اغنيه كاين ولا ما كاينش، هي واحد عصاره ديال السنين ديال الشغال على الاغنيه المغربيه، والحمد لله كل مره كنفكروا اننا ننزلوا اغنيه مغربيه كنحاول ما امكن اننا نطفي لها طابع جديد وعالمي، لان هذه يمكن الحاجه الخاصيه اللي عندنا اكثر من الناس الاخرين، واننا الحمد لله كنشتغلوا بمعايير عالميه على اغاني مغربيه. اغنيه كاينه ولا ما كايناش ابر ان فيها لحن رائع وتوزيع راقي جدا، فيها كلمات اللي فيهم ميساج قوي وكيتوشي الناس ديريكتومون، والحمد لله بعد ايام قليله حققت واحد النجاح خيالي في اليوتيوب، والناس بقات كتداولها في الشارع، وهذا هو المبتغى، هو ان كل فنان منا يحاول ما امكن انه يوظف الموهبه ديالو في انه يعطي واحد القيمه للفن اون جينيرال في المغرب، ويرقى بها ويسمى بالارواح الناس، لان التسليه طبعا مفيده، ولكن اذا وفرنا اننا نكونوا كنعملوا موسيقى اللي هي الهدف ديالها دائما هو انها تكون تفوج على الناس وتفرحهم، بالحق نحاولوا ما امكن اننا نرقيوا مستوى الكلمة ديالنا، لاننا كنتوشي واحد الجيل صاعد من الناس، ضروري اننا نوجههم، وسختو دابا راه المطرب منا ولا الفنان منا راه هو مربي بحد ذاته، يمكن عنده تاثير اقوى من الاستاذ اللي كاين في القسم، لهذا اكيد اننا خصنا ضروري نوفروا الجهود ديالنا باش نحاولوا ما امكن اننا نعطيو قيمة للشيء اللي كنديروه، وميم طون نزرعوا قيم واخلاق في الجيل الناشئ. ماذا يمكن لأحمد أن يهدي لمشاهدي اليوم على الحرة؟ اهدأ مني لكل مشاهدي اليوم على الحرة، شعل شيت فلا الله يرحم قيس وليلى، الحب في زمن نضربوا الخلا، شعل شيت فلا الله يرحم قيس وليلى، الحب في زمن نضربوا الخلا. شكرا.